سامح وايدي كايس بيع نتمنى ربي الكريم ما نموت حتى نشوفك مزيانة يشوف الصحة ديالك وعقلك وعقلك وكل شيء. أنا ما راني نطلب عند الله نشوفك غير مشي مرتاحة يسك ولا مت بعدا مشي مرتاحة منك أنت هي اللي راك كاوي لي ربي يا يسك وراني مهنية منهم وأنت مشي هداك نتايا أنا إلا مت غادي ندير أمتك في قلبك والله كيما هي يا الله يا يسك نطلب ربي يعفو عليك ويعفو كاع على وليدات المسلمين ونتمنى نتمنى رب العالمين يهدي هاد الناس اللي راهم يبيعوا هاد السم هذا يا رب. السلام عليكم اولادي. السلام ورحمه الله وبركاته. انا اولادي انا القصه ديالي راها معروفه هنا في وجده على برج يوسف وكاين الناس معظم الناس هنا في وجده كيعرفوني كيفاش وقفت مع هاد الولد حياتي كلها كرستها لهذا الولد هذا عندي غير هو في ثلاثة ديال البنات ولدي ودرت المستحيل باش يبرع ولدي ماشي بخاطره ولدي كان في الخارج وهذيك كسميتها نتاع الخارج الحرورية نتاع الخارج من ردوه ما استحملش ما سيبورتاش ما تيقش راسو باللي كان في عيشة ولا في عيشة ولا تبلالي بالسيليسيون والتبلة صغير كان مشى للخارج كان صغير ومين ردوه ولا تبلى لي ولادي واش غادي نقول لكم انا درك هاد الولد شفت عليه زعما ما تخليتش عليه حياتي كلها كامله كرستها على هاد الولد هذا وراني نطلب من الناس يعاونوني على هاد الولد واش غادي نقول لكم اولادي الكلام راه في القلب واخا ما بغاش يخرج على لساني لاني عييت مع هذا الولد بزاف ماشي وعانيت وقاسيت لاقصى درجه باني بعض المرات كان من يكون برا هو كان نمشي غير من البعد من توحشاه نمشي غير من البعد نبقى نشوف فيه واش غادي نقول لكم اللي يشوف من هذه الحاله تاع هذا الولد وحنين وطيب ماشي من النوع اللي زعما كلوشار ولا زعما كيتكرفص على والديه ولا راه حتى البوليس كيعرفوه هنا في وجده حتى الامن كيعرفوه بانه الولد قري مزيان نقي ماشي وجهه تمرميد ماشي وجهه تكرفيص وراكو ديجا راكو شفتوه في اليوتيوب وشفتو كان يغني مولوع بهذا الشاب حسني اولادي انا نطلب الله تعالى سبحانه تعاونوني يبرع انا باغيته يبرى ماشي باغي يغني ولا ما كذبش عليكم اولادي انني باغي ولدي يبرى ويولي مزيان وحتى يبرى ويولي في هذه الحاله ديال 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 الادمان وديتو للسبيطار تاع الادمان ديتو سوفريت عليه ولكن القدر غلب تاع الله تعالى سبحانه واليوم راني كنقول نصلي وكنقول يا ربي انا هذا الولد طيب وحنين وليدي مرضي كندعي معاه في الصلاه وكنقول يا ربي انا خليت لك انا هذا الولد خليته ليك انت اللي تكلف به انت اللي خلقته انت اللي تكلف به انا درت مجهودي يا ربي وانت يا سبحانه هو اللي ونطلب من الناس الطيبين يعاونوني في هذا الولد واش نقول لكم لا اله الا الله محمد رسول الله وصافي. واه خويا اول حاجه ما كاين ما كانت تهضر كنتهضر على الادمان ديالي انايا ديجا مشيت لفرنسا صغير مشيت لفرنسا بلا لاج نتاعي واحد 15 هكا ولا 13 هكا مشيت مع واحد الاخت ديالي لفرنسا المهم درت واحد العام ولا عامين تمايا رجعت هنايا ريفولي من رجعت لريفولي بديت نتعطى المخدرات الحشيش والديلي ضربت عام هنايا وليت حارق في الكار وليت حارق في الكار شدوني في سبنيول هربت لهم في سبنيول المهم دخلت هذا الشيء في 2002 وليت دخلت عاود ثاني لفرنسا دخلت لفرنسا تبليت بالكوكايين الكوكايين صحابي كانوا يشموها انا كنت كميها 5 تاع الجرامات 6 في النهار يعني كانت عندي قريب 300 اورو هذه غير تاع الغبره بار جور كنت كنستهلكها هذا الشيء راه حنا كنهضروا غير الادمان ديالي المهم 2005
2005 درت واحد البيتي طلعت لا بلجيك، مشيت لبروكسل، مشيت لبروكسل لا يا ربي 2002 مشيت لبروكسل. من مشيت لبروكسل دخلت لواحد السونتر نتاع لي مينور، تلاقيت مع واحد البنت يقولوا لها جوي، هي هذيك ديك جوي بحال نقولوا كانت بحال نقولوا بحال الصديقة ديالي. ديك جوي صدقت حملات بيا، انا دخلت للحبس قبضوني بلي كنت ماجور، داروا لي واحد التحاليل وعرفوني بلي ماجور، داوني للحبس، داوني واحد الحبس يقولوا له لا فخان فوري وكاين فوري اون ميزون داري وكاين سان جيل اون بريزون بحال نقولوا سجن مدان. هي هذيك وليت خرجت عاوتاني من الحبس، لقيت جوي مزيده البنت بشهرين. انا كي درت انا قال لي بارواح باش تصاوب الباسبور ديالك في فرنسا، وانا كنت ديك الوقيته في لابلجيك مخلي بنتي فاطمه الزهراء عندها شهرين عند امها. امها ديجا كانت مينور في السونتر نتاع لي مينور فيلبورت بروكسل. رجعت فرنسا درت مشكل، عاد شراني نقول لكم في 2007 درت مشكل، رجعوني ريفولي، وانا ديجا كنت كنتعطى المخدرات الكوكايين والهيروين، وانا بحال نقولوا الموسيقى نتاع حسني، الموسيقى نتاع حسني انا فوقاش تبليت فيها مي كنت في فرنسا، مي كانوا عاد الكواست قبل ما تدخل لذاك البالادور سي دي ودوك الام بي 3، انا كنت كنسمع الحسني، كنت كنمشي بحال نقولوا من 94 هو حتى 75 حتى 44 شاتو روج ولا ورقه لا زوج، كنمشي كان ديك الوقيته عاد الوركمان، كنمشي كنشري 4 تاع الكواست نتاع حسني، كنشري دوك 4 تاع الكواست نتاع حسني، كنمشي لواحد لاسان يا ربي تعفوا راني نقول لكم كنت نجيب 6 نجيب جوج سيريات نتاع القرقوبي نتاع الحمراء، ونجيب غرام نتاع البيضاء، ونجيب 24 حبه هينيكين، وكان ريح على جنب لاسان، وكنبقى نسمع في حسني. وتما بحال اللي نقولوا بقيت ديك الوقيته وانا كنسمع الحسني، ويعني نقد كنقلد شي دياسك ديالو بدون موسيقى كاع. وش هي كنطلب من الناس كان بحال هادو اللي داروني كيما نقولوا استغلوني، ماشي بهاد الوقيته هادي نتاع هاد المره هادي، استغلوني في واحد الوقيته كانوا يصوروني شي ناس، يصوروني بالشكاره، يصوروني بالادمان، هذاك ديجا استغلال. بس انا ما كنتش عارف، انا ديجا ما كنتش نفهم في هاد الصوالح نتاع اليوتيوب، وما كنتش يعني نفهم، كان يجي الانسان انا مع الادمان ديالي كان يعطيني 200 دولار 300 يقول لي غني لي ديسك، وانا ما عارفش اللي غادي يلونسيه هو في فيسبوك. ولحد الان هما كيستافدوا بدوك الصوالح، ما كنستافد والو، بصح معليش انا ما نتابعهم ما والو. وانا درك باش كنطلب المعاونه، بغيت ندير شي صفحه جديده، بغيت اللي يعاونني في هذا الشيء هذا، حيت عندي انا موهبه وكما يقولوا بغيت نقطع هذا الادمان ديالي، وان شاء الله كنطلب منكم غير خير ان شاء الله باذن الله. داكور وا حسني المرحوم الله يرحمه ويوسع عليه، بون غادي نجيب لكم واحد الديس نتاع اونسيان ديسك نتاع المرحوم حسني النافع 1994 كنا نتاع يا وراني مظلوم، يا ما كنت يا يوم احنا انتك محروم، ما لا بالكش بيا راني مظلوم، ما كنت يا احنا انتك مظلوم، مقواني اللي نقول مقواني لنقول ما لا بلاش فيا، انا بغيتك اكثر من عمري يا مراه، بصح انتي يا فيك طبيعه خاسره، يا وراني مظلوم انا كنت يا محنتك مظلوم، مقواني لنقولها مقواني لنقول يا وما لا بالكش فيا، يا وقع حناتي انا يا ومديتها لا ويا، بصح يا والله ما لا بالها، يا وقع حناتي انا يا ومديتها لا ويا، يا وبصح يا والله ما لا بالها ويا، اكرني مظلوم
ما كنت يا حنانتك مطلوب ما لا بلاش بيا وميرسي شكرا جزيلا. ونطلب منكم شي معاونة شي استوديو شي حاجة مهمة اللي تستفدوا بها ونستفدوا بها كاع ان شاء الله بإذن الله.